شاب تزوج وزواجه ما دام أكثر من 40 يوم، خطب بنية شابة أثناء الخطوبة، تم طلب مهر 15 مليون مقدم و15 مليون مؤخر. صار الاتفاق أنه خلص هو هذا المتقدم والمتأخر، فصار الزواج. بعد 10 أيام من الزواج حسب ما تحدث لنا إيهاب أنه الزوجة بدأت تخلق المشاكل بحجة أنها ما تريد تعيش ويا والدتها، طلبت الانفصال، طلبت الطلاق، وصار هذا الشيء أنه انفصلوا. لكن دفع كل المبالغ خلال فترة بسيطة إذا كان متقدم ومتأخر. لذلك راح نشوف من الموصل محمود الجماس مراسلنا التقى بهذا الشاب اللي رفض طبعا يظهر وجهه ويانا حتى يحافظ على يعني اسمه بعد ما تعرض لهذا الموضوع. خلونا نشوف. شكرا لك زميلي مازن، وقصتنا اليوم مع إيهاب الذي كان يريد أن يتزوج ويستقر، لكن زواجه كان أشبه بعملية احتيال شرعية بحسب ما يرويه من تفاصيل زواج كلف عشرات الملايين ولم يدم لعشرات الأيام، بثلاثين أو أربعين يوم انتهى هذا الزواج. لن أطيل أكثر، سأترك الكلمة لإيهاب. وإيهاب شعر أساسا بالخجل من الظهور يعني أمام الكاميرا، لأنه يشعر بأنه قد أحتيل عليه من قبل فتاة كان يتوقع أن تكمل الحياة معه، لكنها لم تكن تنظر إليه إنما إلى أمواله إن صح التعبير. شكرا لك إيهاب، وكل التحية لك على هذا الظهور. كيف بدأت القصة؟ يعني أستاذ عمودي، البداية بنت عجبتني وبعدها رحت تقدمت لها وخطبتها. أنا ميسور الحال باختصار يعني القصة، فما ما أنطي تفاصيل أكثر. ميسور الحال فتخطبت البنت، الأمور طبيعية، سألت على البنت الأمور طبيعية لحد ما عقد الزواج أو بالهذي طلبوا يعني مبلغ مبالغ به. المهم أنا وافقت بحسب يعني دخل حياة زوجية يعني شريكة حياة، فما دحقت على فلوس بالضبط. بالمقابل هي تعرف أنه أنا عايش مع والدتي، وحدنا، والدتي تعتمد علي، ما أقدر أوفى. تمام. اللي صار أنه نصب علي يعني طلبوا مبالغ. المهم اتفقنا على 15 مليون متقدم، 15 مليون متأخر. أنت بالنسبة لك ما اهتميت الموضوع، أنا ميسور الحال، ميسور الحال وأمتلك عقار. فبعدين مع مرور الوقت ايام يعني بعد الزواج بايام اتضح لي انه المره زعل يعني بدت تتحجج وتسوي مشاكل والى اخره. هاي المشاكل قامت تتطور، يعني مشاكل مع والدتك؟ مشاكل مع والدتي اللي ما امتلك يعني اللي ما عدا غيري انه انا وياها. تمام. ما اقدر اترك والدتي خلاص، فانا صرت يعني موقف حرج. بعد وديت البيت اهله مساله طبيعيه، يعني هذا قبل لا تصير 40 يوم اصلا على زواجنا. رحت البيت اهله، تفاجأت انه من رحت هناك هي زعلانه ما تقدر ترجع البيت لحد ما تطلع بيت وحدها، واني ما اقدر تعرف انه هذا الشيء مستحيل اقدر اسويه لان ما اقدر اتركه عليك. يعني راح تجيبها ما قبل ترجع؟ بالضبط. انا بعد خبرتها بدي اجي اخذك ما ارجع لبيت وحدي. زين شلون انا ما اقدر اعرف امي؟ ف يعني مساله طويله، بس اختصر لك هي استاذ محمود انه بعدها خلاص اتضح يعني اكتشفت انه امه يعني ضحكوا علي، وهي يعني كانت مساله نصب واحتيال وعينهم على المال. بالضبط. يعني كانت هي ما علاقه زوجيه بقدر ما هي كانت علاقه مصلحه، علاقه اموال. يعني هي كانت تزوجت على اساس وافقت بي على اساس انه انا امتلك، يعني على اساس انه حالي ميسور. فبعدها يعني طويله لكن اختفت، فهمنا انه خلاص كل من الطريق، قولي يعني ما اقدر اطلع او ترجع ويا والدتي وخلص كل من الطريق. وافقت انه كل من الطريق، بس بعد ما وافقت طلبت انه يعني تاخذ الحقوق، الحقوق كامل. زين الحقوق حتى كامل، حتى غرفة الاخشاب، حتى الملابس كلها كذا. زين انا يعني المبلغ مبالغ به، زين انا متي 15 مليون و15 مليون اخرى، فقلت لي انت تطلقين فتطلقين تنازلين او ترجعين لبيتك وتأمرين. فاللي صار انه طلقت واضطريت انه ادفع كل الاموال، اضطريت انه ادفع كل الاموال في سبيل انه اتخلص من هاي الانسان اللي حاولت تنصب عليه وقدرت تنصب عليه. يعني بس ما اعرف يعني ما كلمات توصف الموقف. شكرا لك إيهاب. وزميلي مازن استمعنا لما قاله إيهاب وتفاصيل القصة، زواج لم يدم 40 يوم وكلف قرابة 40 مليون خسرها إيهاب.